الإجابة المفصلة بعد ما خلصت تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع قناة منوعات أشرف سالم. النهاردة يا جماعة احنا هنعرفكم ازاي بنركب المفصلة دي، مفصلة المطبخ اهي. طبعا خليكم معانا كده وايه، واحدة واحدة. أول حاجة يا جماعة احنا طبعا ايه بنجيب قطعة زي ديت، وطبعا ايه يعني ايه بنعمل لها ايه نفس ال طبعا ايه. طبعا هو بناخد مثلا اي مقاس على الظرف من هنا كده، قال يكون مثلا 13 14 كده، ونيجي مثلا هنا على ديت يا جماعة بنيجي هنا نخليها 4 مللي، الحتة ديت بنخليها 4 مللي بتاعت المفصلة ماشي. وطبعا البنطة المستخدمة للمفصلة اهي، هي بتاعت طبعا المفصلة. طبعا هنيجي نركبها كده، طبعا احنا عاملين الطبعة اهي، هنيجي طبعا ايه نركبها ونفحر دي ماشي. دي خلاص احنا خلصناها، دي الطبعة اللي هنشتغل عليها. هنيجي هنا مثلا كده ونحط الطبعة كده يا جماعة، بنساوي طبعا هنا هو بنساوي المخ ده، وبنساوي من هنا كده، طبعا ننزل بالدريل كده. دي بس احنا بننزل على اساس اللي هي ايه تعلم معانا، عشان خاطر البنطة ما تهربش مننا من هنا كده، وننزل كده. بننزل لغاية ما ايه تساوي البنطة دي بالظبط كده. وزي ما انتم شايفين المفصلة اهي، بنحطها كده خلاص المفصلة اهي ساوت. طبعا خلصنا ديت اهي، هنيجي مثلا نخش على التانية، هنساويها نفس النظام برضك، وهنبدأ نفرمها. نزلنا البطن سوت بردك اهو. نركب بقى المفصلة اهو. زي ما انتم شايفين كده. طبعا المفصلة بعد ما خلصت اهي زي ما انتم شايفينها كده يا جماعة. وده كان فيديونا النهاردة، ان شاء الله استنوا مننا فيديوهات كتير. اذا عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.